افتتحت مكتبة الإسكندرية معرضها السنوي للكتاب، والذي يقام بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويستمر حتى 28 من يوليو الجاري. ويقام المعرض تحت شعار الوعي وبناء الإنسان، ويضم المعرض هذا العام 75 فعالية ثقافية يشارك فيها أكثر من 300 متحدث ومحاضر. على ان احنا نشارك في الدورات معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية، ودي مش اول سنة، من اول دورة الحمد لله، وبيشارك عدد كبير جدا من الناشرين. يمكن حسب المساحات المتاحة، لو أتيح قد كده يعني أكتر من مرة، في رغبة كبيرة جدا من الناشرين المصريين للمشاركة لأهمية هذا المعرض. إنه يعكس الحركة الفكرية التنويرية التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى المواطن المصري، وهذه واحدة من القضايا المهمة التي تؤسس لبناء مجتمع فاضل ودولة قوية. المعرض طبعا احنا متواجدين النهاردة في معرض مكتبة اسكندرية، أول يوم النهاردة إن شاء الله، والمعرض مستمر لمدة 10 أيام جاية بإذن الله. يعني المعرض منظم جدا، والناس بدأت تتوافد، وربنا يسهل إن شاء الله يكون في مبيعات كويسة.